يفترض أن لا نعول كثيرا ونبالغ بإيجابيات هكذا زيارات لأسباب تتعلق بكون أن هذه الزيارات هي فيها جانب بروتوكولي. نعم. وهي ليست أول زيارات ولا هي آخر زيارات. أتوقع بالمستقبل سوف تكون هناك زيارات متبادلة، وأعتقد أن هناك دول أخرى. الكمم والزيارات السابقة الثلاثية اللي حصلت هل أتت بنتائج إيجابية على أرض الواقع؟ في الحقيقة هي عملية توطين العلاقات لا يمكن لها أن تكون بزيارة واحدة أو بتفاهم أو مذكرة تفاهم واحدة. عملية توطين العلاقات تحتاج إلى وقت، خلاف عملية قطع العلاقات ممكن بإساءة بسيطة بكلمة واحدة ممكن يكون هناك قطع للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. ولذلك أعتقد أن توطين العلاقات تحتاج وقت، وهذه الزيارة هي استكمال لتفاهمات سابقة. وبالرغم من نقول عدم التفاؤل الكبير ويعني التعويل المبالغ به على نتائج هذه الزيارة، ولكن هي زيارة مهمة. نقول مهمة لماذا؟ لأن هذه الزيارة في وقت مهم، باعتبار أن القاهرة قطر لديها مشروع لغرض إيجاد نوع من التفاهمات ووقف إطلاق النار في غزة. نعم. وعملية تبادل المحتجزين إلى آخره. عملية إشراك العراق ووجود رأي عام ضاغط لا سيما رأي إقليمي، وعملية الاتفاق في إطار يعني الجهود الكبيرة الرامية لوقف إطلاق النار في غزة مسألة في غاية الأهمية. فضلا عن ذلك أعتقد أن هذه الزيارة تختلف عن الزيارات السابقة، باعتبار فيما سبق كانت في إطار هذه العلاقات دائما ما تكون الرغبة هي رغبة عراقية، ولكن الملاحظ أن هذه الزيارة الأخيرة نجدها أنها رغبة عربية أكثر من كونها عراقية. والدليل الزيارة إلى مصر هي جاءت بدعوة من قبل السيسي. نعم. والزيارة إلى تونس جاءت بدعوة من قبل السيد قيس بن سعيد. هذا يدل على شيء، يدل على أن هناك مشتركات أصبحت بين العراق والدول العربية.